ليست ردات الفعل التي تحركهم. يقول أصحاب الدعوة من المرصد الشعبي لمكافحة الفساد: الانطلاق بمسيرة في عدد من أحياء العاصمة بيروت يهدف إلى دعوة المواطنين للمشاركة فيما يسمونه الاشتباك الدائم مع السلطة لتحقيق مشروعية الشعب وإنهاء مشروعية النظام القائم. الناس بتنزل بقرار من ذاتها، ونحن مقتنعين انه هيدي اللحظه منا باراده حدا وهي قادمه، لانه في تناقض واضح بين الناس، بين مصالح الناس وبين هيدي المنظومه. استفحال ازمات الكهرباء والوقود والدواء والدولار والمواد الغذائيه لم يسهم في حشد الزخم الشعبي، والسبب بحسب متابعين عدم قدره المجموعات المعارضه على توحيد الصفوف أو الإجماع على عناوين أساسية. ليس بعيدا من هنا تعقد لجان نواب البرلمان لقاءاتها الدورية. اللجان التي أقرت 75 قانونا إصلاحية لم يخرج واحد منها إلى التنفيذ. لجنة الإدارة تناقش قانون استقلالية القضاء، أحد أهم مطالب الشارع. قانون لم يبصر النور بعد، والسبب كما يقول المجتمعون عدم التوافق على حكومة جديدة. المحاصصة يلي صايرة بقصة الحكومة، كل واحد كم وزير بده، هي يلي عم بتأدي لتعطيل السلطة التنفيذية، وبالتالي هي اللي عم تأدي لعدم تنفيذ القوانين. الأحزاب الممثلة في البرلمان متهمة بأنها ترفض تسليم السلطة إلى حكومة مؤلفة من اختصاصيين مستقلين، خشية من فتح ملفات وإسقاط حصانات قد يؤديان إلى تفكيك منظومة أنشئت على مدى 3 عقود منذ انتهاء الحرب الأهلية. حسين خريس، العربي، بيروت.